ويلكم لكم الحلقة هاي. الحين بنكمل اللي هو السيتي، هو المركز المدينة. طبعا كان فاتح انه تطور المرة الماضية وما طورناه لأسباب الهجوم ومركز الأبحاث، وسوينا له أبجريد. طبعا يوم نطوره هذا الناس تستانس، بس تطويره منه فوايد ثانية. أول شي خلينا نحط له لوحة. هاي يمين يا يسار؟ لحظة، ما قاعد سيده؟ شو استبوال؟ ليش ما اقدر احط سيده على الباب؟ عندنا الفاينانس، هاي يفتح لنا القروض وغيرها الكبيره. عندنا education تعليم، عندنا السيفتي يفتح لنا مراكز الشرطه الكبيره، عندنا السياحه يفتح لنا مباني السياحه، عندنا ترانسبورتيشن، وعندنا اليوتيليتيز بيكون وايد مفيد. يفتح لنا اللي هو محطه المويه الكبيره، يفتح لنا بعض الامور. بس انا بالنسبه لي الحين مهم هذا انا اشوفه جدا مهم. مثل ما قلت لكم المنطقه اصلا كنا بنهدمها، يعني نحن حاطينها هني شكله بتوهق في الحديقة هاي. أنا أصلا بعدين التطور اللي بعده، فأنا إنسان بحطي صراحة ترانسبورتيشن شكلي أو يوتيليتيز. مشكلة الاثنين مهمين الصراحة، الاثنين مهمين، بس خلنا نحط اليوتيليتيز الترانسبورتيشن سوري النقل. خلنا نحط النقل، بنحتاج النقل الحين. نحن قريب هذا شو سوي سانيتايزر. اوكي كنترول يوزج كنترول نت ماكس اند سيج تريتمنت، هذا يسوي لنا تريتمنت. بنحتاج 40,000 وشكله جرين ما مورا تلوث، بس احتياطا بنحطيه هني من يستوي لنا 40,000. 40,000 تعرفون سبة مصنع البترول مش صعب ابدا يعني. بس صديقنا مصنع البترول يقول انا برفع انتاجي شوي، يرفع انتاجه والامور تستوي. طيب الحين شو عندنا مشاكل؟ احنا هنا نو ريسيرش بروجكت، ريسيرش ووتر سولر، نحن نبغى شوي طاقة. بعد طاقة بيكون مهم شوي. وين كنا؟ في السيوج. نحن عن مشكلة السيوج الحين، ولازم حل مشكلة السيوج. بنحل حل مؤقت بسيط جنب السيوج الاثنين، بنحط سيوج جديد. خلاه شوي نحل الموضوع لين نخلص امور المدينة. نحن انا شو ما حطينا هنا، متأكد ما حطينا شيء اخر مرة. هي لو مركز الشرطة كنا بنحطيه. تعال تعال تعال، في واحد ذبحناه شكله، هرسناه يوم بنينا البيت. في شيء ثاني انا ببنيه في المدينة، ابغى ابني وركرز صراحة، لانه ما عندنا وركرز. فشكلي بتجه هذا المبنى اوميجا فاكتوري. ما ابغى مصنع الحين، لا ما ابغى مصنع، ما ابغى مصنع، ما ابغى مصنع. يمكن اسوي بروسيسورز، يمكن اذا سويت بروسيسور لازم اهتم شوي في المكان التجاري، يعني للمصانع التجارية. ممكن احط مصنع بترول جديد بعد، اذا انا محتل المكان كامل في المصنع القديم. جالس ينتج انتاج جيد يعني الصراحة، ما مقصر، رافع اقتصاد المدينة من الاخر هو. بس لازم ناخذ شيء مستدام، شيء بينفعنا دائما دائما، يدخل علينا فلوس. يعني هذا محط قمار بس يدخل فلوس صراحة. يعني امس مدخل 20,000، 20,000 حلوين في اليوم، مش غلط ابدا. المصادر دخل ثانية، دخل بديلة. ابى احطي هذا بس. ابو كيلو ابو 120,000 ابارتمنت. كم المساحة اللي ياخذها؟ عندنا مكان ما يركب غيره، ممكن احطيه هني. هاي عمارة نقدر نبني عليها، بنبني عليها. بس الحين مدخولنا ما يساعد الصراحة. 120,000 ووايد الصراحة. وانا باصات الحين ما حطيت بس ترمينال. ترمينال غالي، بس نمبر باسس 3 باسس، عنده 3 باصات، هذا عنده 3 باصات. اوكي بنحطينا الميجا من فتحنا دبل دكر بس. اوه اوكي، هذا شيء ممتاز انه فتحنا ترانسبورتيشن. شوفوا عندنا ستريت كارز، بعد ناس تعق سياراته هني. هاي نسيت ستريت كار افنيو بعد. بس هاي لازم نطور الشوارع الرئيسية كلها. بس اول شي خلنا نحط الباصات. نحن ما بس تعيرنا عليه بحط الباصات، نحط المواصلات.
بعد الباصات ببدأ أحط الشوارع حق ستريت كارز. هذا الستريت كارز طبعا تحتاج أماكن وقوف 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 وقوف. كل الباصات حقهم حطينا دبل دكر باص، باصات عودة، الناس تقدر تتنقل. في عندنا نوع جديد من الحديقة، بعد حديقة بطل خلينا نحط واحد عند باب المصنع هنا، أكيد يبون. كم بساطة يعطينا ستاندر ويا. هذا بريطاني، العلم واضح، علم بريطانيا. هنشوف هذا بيسوي لنا فرق، بيصير يشيل للناس عقلهم وين ما يبون يعقون. وباصات كبيرة يعني، بس اسكت اسكت، يوم بنحتاج اكثر من 3 باصات اذا حسينا محتاجين مواصلات. الحين بارك سايد رود مسوي لهم باركن، يبركنون ويتوكلون في دربهم. هذا مكان ممتاز حق باركن، عشان ما يقولون ما عندنا مكان حق نوقف. عندنا 3 باركنات، المفروض تكون اكثر من كفاية، المفروض تكون اكثر من كفاية. كلاس رومز ار فل. وين حطينا المدرسة نحن؟ هذه ما عليهم مشكلة، فل فل. احنا بنكبرها شوي. هذه كلاس رومز، معنا فلوس كالعادة 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 كالعادة، مفيش فلوس. انزين، اللي انا ابغى اسويه الحين احصل مدخول بديل للبترول، لان البترول هذا بيخلص، فلازم نفكر في طريقة الاستدامة. يعني الطريقة تكون فعالة، تيبلنا شو؟ لا تقول لي فل، حطيت اسم الدنيا ترى. شوف نسبة التعليم، وايد ناس مش قاعدة تدخل مدرسة. اوكي، لازم نحصل حل للموضوع هذا، بس حاليا بيكون اوكي، الامتداد هذا بيكون زين، بس الليفل لازم نتم نرفعه. الليفل لازم نرفعه. حطينا افنيو هني، حطينا هذا ما اعرف ليش، بس حطيت لهم، بشوف بيأثر فيهم ولا ما بيأثر فيهم موضوع عندهم. هذا من الناس ما قاعد تتطور اصلا. عندنا حديقة مكان ما حد باني هني، طبعا اباهم يتطورون تطورات كبيرة، وقاعد بحطي لهم خدمات مال ناس كبيرة. اساس انهم يبدون يتطورون شوي شوي، خلاص ما بهم يتموا على نفس الليفل، بهم يطلعون مباني اكبر وياخذون حيز اكبر ويشدون حيلهم شوي. في شغلة ثانية نسويها، بس محتاجين اندستري وغيره وما الى اخره وهذا لكن هذا مش الهدف الاولي الحين. احنا محتاجين 15,000 واحد يسكن المدينة، ومفروض ما يكون وايد صعب، المفروض، لكن الواقع شيء ثاني. اور ماين، احنا اصلا عندنا اور، عندنا اور والله. ازعل الناس كلها؟ تكونوا ازعلهم؟ شو رايكم نزيد المدخول؟ مرة ما عندنا، الشب needed more workers. شكله ما في غير الميجا تور، والميجا تور راح يكون مكلف تماما، مكلف اقوى شيء. هنحتاج كل شيء عشان نبني ميجا تور. خلنا نسوي ريسيرش حق شيء، لحظة، انما الريسيرش اكاديمي ليفل 2 اوكي فري بعد بلاش. خلي يسوي ريسيرش، ليش قاعد مكانه؟ ليش قاعد مكانه؟ وين صار الميجا تاور؟ هذا الميجا تاور 120,000 الميجا تاور الواحد. سكاي بريدج هو موصل التاورز في بعض. نايس. وشو الاليت ميجا تاور؟
يا ساتر يا ساتر، لا هاي اللي بالها ميزانية. خلاص ما توجه للتنجيم هني، تنجيم تنجيم مش تنجيم، تنقيب على الأغلب بيسمونه تنقيب مش تنجيم، تنجيم غلط. كيف تنجم بالضبط يعني؟ بتزعلون والله يعني صدق، بتزعلون مني بحطيها الصوت. عارف يزعلون، عارفهم زعولينهم اصلا، اكثر ناس زعولين في العالم. اوكي، انا ما عندي فلوس ابني شارع حاليا. وين كل الناس اللي عندي راحت؟ يبنون عماير. اوكي، قاعد يبنون، ممتاز. دامهم قرروا يبنون، ما في احد عندنا طلع، ما حد عندنا طلع حاليا، زين ممتاز. هم قرروا يبنون، زين مش غلط. قرروا يبنون، امورهم طيبة. نحنا اللي نبغاه مش احسن مكان في العالم شكل. اخر شي بحطيه صوب الثاني غصب. صدق يزعلون يرضون. عندي 50,000 رمش الآن. يزعلون يرضون، مشكلتهم. هذا اور ماين وهذا اور ماين. 100 هذا 125، 24 طن، 24 طن. 30 فلثي ريتش. يجري فاسينيتنج باي شايني ثينكس. خلنا نشوف، ما برمى مدد لو حطيته هناك. مبند، يبون يوظفون ناس. طبعا ما في ناس لان ما في عمال. خلنا نتسلف مرة، اكثر شي نتسلف خلاص. اوكي، ما عندنا عمال. بي انا بحطي ميجا تاور اللي هو هذا اول شيء، شقق، بعدين هذا، بعدين مكاتب. انا بحط الشقق. كم واحد بي؟ اقدر احط 8 فوق بعض. طبعا اليت ما يركب فوق، هذا اليت لازم يكون بروحه. خلينا نشوف كم واحد يشل. روم زيدة طبعا، لثمان 8 مرات فوق بعض. روم زيدة محتشر علي. تعلم تعلم، عاوزين صفوف، عاوزين صفوف، تبون صفوف. حاضرين حاضرين، تأمرون أمر. حاضرين، خلنا نشوف. لا لازم الصفوف، لأن يقولون بس خلاص لمت فوق، أقوى لمت. وتعال قدام الميجا تاور، وقفتين بروحه بيكون زحمة عندكم، عرفت؟ عشان ما اسوي زحمة مكان واحد. 80%. ما عندك فلوس الا، ما عندك شي. انكريس تاكس بسيطة. اوكي، برجع التاكس نفسه. يا مسلم عيب والله، عيب يعني، عيب عيب. نفهم انه ما عندنا فلوس، بس لا لا تدلنا يعني. انكريس تاكس، تعال شوف كل شوي الحين بيتم بند. ادري هاي تاكسس، خليتوني في حالي، خليتوني في حالي. 9 9 نزل لي في الاحمر دايركت، دايركت في الاحمر. مير هوس، كم تكلفته؟ فري فري بابنك، غير فري والله ما تستاهل. هذا بنين المير هاوس، الناس اللي عنده استانست. هذا ميجا تاور بروفيت تدي 800. اوكي ممتاز، بنبدأ نحط الشقق هني شوي. شكله ما في حل غير الشقق هاي، وبما ان نحن نباهم ناس ترتاح شوي، نحط لهم ملعب. لا نحط لهم شيء مرتب، نحط لهم شيء مرتب، نحط لهم شيء حلو. جبت العيد، خلاص راح راح، ما حد شاف.
حد شاف، لا ما حد شاف خلاص. سبورتس سبورتس احسن، احلى شيء سبورتس. اعطي مرة من اللعب عندكم دايركت، من اللعب كبير ما حد يحتشر بعد يقول ما انه ملاعب. حط بيوت عندكم والله، مفروض دكاكين هنا. تيزون ديزون دكاكين، سوري دكاكين دكاكين، هاي بيحتاجون دكاكين وايد. كم واحد زادني هذا؟ خليك من الانكم اكسبنسز والانكم، تستوى عندي وايد انا صح. يسكرون علي المدينة الحين صح، وما باع ما في بترول ينباع صح. زين هذا عنده بس يباله شو، هذا يباله تريد هذا في مكان حق شي زيادة. ما بهذا ببدل هذا، اوكي بدل ما نحطي هذا بحطي اللي هو، لحظة كول اوكي، ليش كنت بحطي اور انا عيل. كول ستورج والماركت اكسبورتس، لحظة خليه يبني اول شي، نسوي له مانج. هذا هو كول اكسبورت اوكي. ايش عندك؟ صدر من عرض للتصدير حاليا، هذا الحل الحالي. لانه انت نفس مولينس، حطي لوحة اول شيء ان انت هني، نبى الناس تتوظف شوي. الحين بيستوي عند انزمة ميزانية مع المبنى الجديد هذا، ما اعرف هذا مفروض دخل عليه فلوس يجيب لي ناس ولا مش مفروض دخل عليه فلوس ولا ما يجيب لي ناس. المهم بنينا بدينا بداية العمارة وبنينا هذه الحلقة. وايد شغلات الصراحة، محطة الباصات. الحلقة الجاية ان شاء الله بنكمل وياكم مع باقي الشغلات اللي بنسويها، اللي هي بنكبر العمارة بنكبر المدينة وبنكبر الانتاج وبنسوي مدخول اضافي للمدخول اللي عندنا وبنحل مشكلة الازمة الاقتصادية. حياكم الله، نشوفكم الحلقة الجاية.